الترجي الرياضي يستأنف في التمارين استعدادا لمواجهة الأهلي المصري يوم السبت 8 متاع ليل في رادس في إطار منافسات ذهاب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. 27 ألف تذكرة خاصت أو 27 متفرج يكونوا حاضرين في المواجهة ذي، 17 ألف مشترك وأكثر من 9000 تذكرة بالشقة اعترحها على الجماهير انطلاقا من يوم الخميس. منافس الترجي الأهلي يوصل غدوة مساء إلى تونس وفي برنامجه زوز حصص تدريبية. أيضا الحديث عن ندوات الصحفية واللقاءات الإعلامية، ومن الجمعة بشكون الموعد مع ندوات الصحفي الإطار الفني للفريقين في قاعة الندوات برادس، نصف نهار ونص بالنسبة للإطار الفني للأهلي المصري، ماضي ساعة بالنسبة للإطار الفني للترجي. ترجي يوم الجمعة أيضا بشيخوذ حصة تمارين تنطلق ستة متاع العشية في حديقة رياضة باب، شكون مفتوحة في الربع ساعة الأولى منها للإعلام. أيضا غدوة في حديقة رياضة بام العشرة حتى العشرة ونص بشكون الوقت مخصص لإجراء اللقاءات الصحفية مع اللاعبين، ويوم الخميس بالنسبة للاعبي الأهلي المصري الحوارات الصحفية من سبعة ونص حتى للثمانية، نحكيه سبعة ونص وحتى للثمانية متاع العشية بالملعب الفرعي برادس.